اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد سمير. ازيك يا محمد؟ كابتن اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبار حياتك ايه؟ وحشني. كله تمام الحمد لله. منور، ربنا يخليك. اخبار التمرين ايه؟ تمام الحمد الدنيا لله، كويسه، الامور ماشيه كويس، خاسس وفورمه ما انت عارف بقى فتره اعداد لازم تبقى. فتره اعداد بتعملوها فين؟ في المقاولين، في النادي ولا بره؟ في النادي، ومسافرين ان شاء الله بعد بكره اسكندريه. كنا مسافرين بره مصر بس حصلت شويه مشاكل كده، ما عرفناش نسافر، فمسافرين ان شاء الله اسكندريه كمان يومين، هنقعد اسبوعين. بس الفتره اللي فاتت دي كلها كان يعني التدريب في النادي يعني. ونادي المقاولين يملك امكانيات كبيره جدا، في اوتيل في النادي وفي لا كل حاجه في النادي. لا موجود كل حاجه في النادي، في اوتيل وفي ملعب تدريب وفي استاد ومطاعم، طبعا في كل حاجه متاحه، يعني تقدر تعمل معسكر جوه النادي سهل جدا يعني. كان سهل جدا ان يتعمل معسكر، لكن الكابتن عماد فضل ان هو يبقى بره احسن برضه. التغيير تغيير، لان انت طول السنه احنا ما بنطلعش بره في والدوري شغال، بتبقى الماتشات كلها اللي في القاهره، احنا قاعدين في النادي، فمنها تغيير يعني. انت اغلب الوقت طول السنه بتبقى قاعد في النادي، فتغير برضه معسكر بره القاهره، يبقى الامور فيها تغيير. اخبار المقاولين ايه يعني محمد سمير؟ برضه هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم عن كل هذه الامور، ولكن في النهايه اخبار المقاولين ايه معاك؟ يعني انت بقالك فتره في المقاولين العرب، واحد دلوقتي اصبحت من كباتن الفريق في المقاولين العرب، كرات الثابته كلها بتعملها وبتجيب منها اهداف، شكل مختلف لمحمد سمير في المقاولين العرب، ولكن ايضا الموسم اللي فات وهنتكلم عنه تحديدا، لانه انت في الموسم اللي قبله كانت الامور جيده جدا، الموسم اللي فات الدنيا عملت شويه، ولكن في النهايه كابتن عماد النحاس ما زال مديرا فنيا للمقاولين العرب، واعتقد ان ده نجاح كبير جدا جدا يحسب لاداره المقاولين العرب. طبعا دي حقيقه يعني. خلينا نبدا من كلام وجودي فتره في نادي المقاولين، انا دلوقتي 6 سنين، والحقيقه انا من الناس اللي بحب الاستقرار يعني، ما بحبش اروح انديه كتير ما دام انا مبسوط في نادي وشايف الاستقرار وشايف الامور كلها ماشيه بشكل كويس ومستريح، دي اهم حاجه عندي بالنسبه لي. ايوه، فالاستقرار ده كان عامل يعني مهم جدا بالنسبه لي. ونادي المقاولين زي ما اتكلمنا ان هو عنده كل الامكانيات اللي تساعد اي حد ان هو يبقى موجود ويؤدي بشكل كويس، فالناس الحمد لله يعني عندها ثقه فيا وقناعات بيا كبيره، وانا في نفس الوقت ما عنديش اي مشاكل معاهم كنادي، فحتى لو ما بيبقى في اي امور تجديد ما بيبقاش في اختلاف. بالنسبه طبعا للنادي، اكيد احنا السنين يعني السنتين اللي فاتوا باستثناء السنه اللي فاتت دي كنا ماشيين بشكل كويس جدا، من ساعه ما الكابتن عماد جه عملنا سنه كويسه، خلصنا مركز خامس، السنه اللي بعدها مركز رابع، دخلنا الكونفدراليه. السنه اللي فاتت طبعا دروب مش طبيعي يعني، الامور كانت ماشيه بشكل سيء جدا لعده اسباب يعني، حاجات كتيره حصلت في خلال السنه هي اللي خلت الامور تمشي بالشكل ده. وجود طبعا الكابتن عماد اكيد مهم جدا بالنسبه لنا، وحاجه تحسب لمجلس الاداره ان انت بعد السنه السنتين اللي فاتوا ان انت تبقى خامس ورابع، ويجي السنه اللي فاتت يحصل الدروب الكبير ده، فيبقى في استقرار ان مجلس الاداره متمسك بالجهاز الفني، دي حاجه ساعدتنا ان احنا في اخر السيزون يعني نطلع من الكبوه اللي احنا كنا فيها. الكابتن عماد كذا مره قدم استقالته لمجلس الاداره والناس كانت بترفض، والناس على طول كانت في ظهر الكابتن عماد، لان هو برده السنتين اللي عملهم كان ليه رصيد جوه النادي ساعده ان هو الناس تبقى عندها ثقه فيه وتتمسك بيه لغايه اخر لحظه. والحمد لله في الاخر الامور عدت على خير، ده كان ثقه مجلس الاداره فيه. كله متوقع الحقيقه ان المقاولين هيعدي وكل حاجه، ولكن هي بس زي ما انت قلت عشان رابع وخامس في سنتين، وبعد كده مره واحده يحصل كده. على طموح الناس في النادي وعلى طموحنا احنا كلنا، وحتى الناس في الشارع والجماهير بقت شايفه المقاولين في مكانه ثانيه. فلما خلي بالك انت قبل الخامس والرابع احنا كنا برضو في نفس الامور يعني، كنا 8 9 10، احنا السنه اللي فاتت مخلصين 9، فكانت هي كانت هي هي بس هي الطفره اللي حصلت، هي الطفره دي اللي خلت يعني الناس كلها حتى بره في الشارع لما بيشوفوك هو في ايه يعني. على فكره هو المفروض ان ده العادي، بس يعني. بس ده مش العادي بعد اللي الناس شافوه السنتين اللي هم قبل اللي فاتوا. ودي حاجه كويسه ان احنا نوصل لمكانه، لما بتلعب على حاجه وتارجت في الناس اللي فوق بتبقى الامور مختلفه تماما لما تبقى في نص الجدول يعني. سؤال مهم جدا بالنسبه لي، لان السؤال ده بيتردد كثيرا، وانا عارف ان انت يعني محمد سمير دايما واحد من يعني دايما بتطلع بتقول انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي وكذا وكذا وكذا، ولكن ايضا في نفس الوقت المباريات اللي بتبقى ما بين المقاولين والاهلي دايما بتبقى انت وكل اللي لعب في النادي الاهلي بما فيهم كابتن عماد، بيتقال كلام هو المفروض ما يتقالش في الرياضه، ولكن في النهايه لما بيتقال هذا الكلام بتقابل هذا الكلام ازاي؟ لا انت فاهم طبعا. لا انا فاهم طبعا، بس لا يعني ما الحقيقه ما يعني الكلام ده ما ينفعش اصلا يتقال، ما يصحش يتقال، وعادي يعني بتناقش مع اللي بيكلمني في المواضيع دي بشكل كويس، وهو برده في الاخر بيتقبل كلامي، لانه في الاول وفي الاخر هو ده شغلك واكل عيشك،
انت لازم تطلع اقصى حاجه عندك. اه وبالذات في ماتشات الاهلي والزمالك الفرق الكبيره دي، وحياتك عارف كويس جدا الماتشات دي بتبقى اللعيبه كلها مستنياها طبعا، بتبقى عارف ان انت نسبه المشاهده عاليه والناس كلها بتتفرج على الماتشات، فانت عايز تبقى احسن حاجه. مهما كان حبك للنادي الاهلي ده بيبقى حاجه على جنب، بس انت بتحاول تطلع اقصى حاجه عندك، والالتهامات دي احنا بنشوفها على طول. يعني انا دلوقتي بقابل الناس الزملكاويه، انت قدام النادي الاهلي بتبقى مريح ومش في دماغك، لو شوت فاول مثلا ضيعته انت مش عايز تجيب جول. نفس العكس جماهير الاهلي تقابلك، انت يا كابتن بتطلع اقصى حاجه عندنا فعادي. هي هو ده الجدل اللي بيحصل، الجماهير الاهلي شايفه كده بتتقبله انت يعني بصدر رحب، مفيش مشكله خالص. بس طبعا في حاجات بتبقى خارجه عن المألوف طبعا، بتبقى ما ينفعش اصلا تتقال، فالحاجات دي انا اصلا يعني ممكن ما بردش بقى فيها خالص. لا كابتن عماد ما بيتكلمش معاكم لا 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 خالص خالص، كابتن عماد في الحاجات دي هو بيتضايق جدا بس ما بيتكلمش خالص، هو على طول يعني في الحاجات النقاش اللي زي ده بيسكت يعني، ما بيحاولش يتكلم خالص، لان هو لو دخل في جدال انت عارف كابتن عماد خلقه ضيق خلقه ضيق قوي جدا يعني، فهو لو دخل في جدال ونقاش في التمرين برضه في الملعب يعني لو الامور محتاجه كده ساعات بيتعصب، بس هو خلي بالك ما حضرتوش كمدير فني، انا حضرت بس هو خلي بالك شخصيه مختلفه تماما. انا انا عارف تماما يعني، انا اتفاجئت بيه وهو مدير فني، انا قلت لا بقى لا هيبقى لا نفس اللي انا اتعاملت معاه كلعيب، لا الموضوع مختلف تماما، اهدى بكتير. ودي الحاجه اللي منجحها على فكره، لان هو لو كان طلع من وهو في مدير فني نفس الشخصيه، وهو لعيب كابتن عماد هو لعيب كان صعب جدا، وكان شخصيه قويه، وكان على طول بيتنرفز من اي حاجه، فدي ما كانتش هتساعده وهو مدرب. لما هو مدرب بقت الامور اهدى بكتير، وبقى بيفكر بعقله بشكل كبير، وعنده توازن بشكل كبير، فالامور دي طبعا ساعدته. لازم انت تخرج من اطار اللعيب وانت مدرب، الموضوع بيبقى مختلف تماما. تتعامل ازاي يعني. دي نقطه حلوه جدا، تتعامل ازاي مع عماد؟ يعني عماد كابتن عماد النحاس مدير فني، وكابتن عماد النحاس كان بيلعب معاك او انت كنت بتلعب معاه، كنت انا اللي بلعب معاه عشان ما يضربنيش، فدي اضربنا انا فدي كنت يعني شفتها ازاي او بتشوفها ازاي؟ يعني اول لما اتقال ان المقاولين العرب هيتعاقد مع كابتن عماد النحاس كمدير فني، رجعت بالذاكره كده فكرت في ايه؟ قعدت فكرت في كل حاجه حصلت بقى السنين الخمس سنين اللي كنت موجود فيهم، قعدت فكرت في كل المواقف في الاهلي. في الاهلي. هي كانت تجربه بالنسبه لي طبعا حلوه جدا، يعني في ان انا برضو مدير فني جاي عايز يعني حد مش غريب عليا وعارف شخصيته وانا عارف شخصيته بشكل كويس جدا، فما تلعب قدامه دايما. فما خدناش بصراحه وقت يعني ما خدناش وقت، انا على طول فاهم دماغه، حتى اللعيبه كانت في الوقت ده كانوا يعني كله بيجي يكلمني، طب هو الكابتن عماد بيفكر في ايه؟ طب هو عايز ايه؟ طب هو لو دلوقتي مثلا متعصب ده العادي بتاعه؟ فيعني حتى الحاجات دي انا قدرت اوصلها للعيبه بشكل كويس، لان انا الحمد لله كنت عارف كابتن عماد بشكل كبير، فالتواصل ما بيننا كان سهل جدا، وهو كمان شاطر حتى في الموضوع ده، حتى مع اللعيبه الثانيه قدرت اللعيبه تقرب منه على طول. كان على الشيفت، عملت الشيفت ده ازاي؟ فجأة عماد النحاس زميلك، وفجأة عماد النحاس مدير فني. بس برضه الشيفت ده ما عملش مشكلة بالنسبة لي، لأن أنا برضه يعني الفترة اللي كنت موجود فيها برضه الكابتن عماد كان بالنسبة لي كأنه المدرب. أوكي. يعني حضرتك فاهم قصدي إيه؟ أنتوا كلكم بالنسبة لي كنتوا لعيبة كبيرة. فكان في برضه الفترة دي كان في بقى احترام، يعني احترام جامد. طبعًا. إحنا ما بنقدرش نتكلم معاكوا يعني غير في حدود، غير لما أنتوا تسمحوا لنا أصلاً إن إحنا نتكلم، ده عكس اللي بيحصل دلوقتي. دلوقتي الأمور عادي يعني، سداح مداح كل حاجة بتحصل اللعيبه الصغيره بتعمل ايه عايزاه، انما احنا الفتره اللي كنا موجود معانا معاكم فيها كنتوا انتوا بالنسبه لنا زي المدربين، فكان في هي كده كده هو عماد، فهي كده كده نفس الفكره يعني. لان يعني احنا مش اصحاب قوي، فانت جيت بقيت مدرب فلازم يبقى في الشيفت اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، فاهم قصدي؟ لا هو بالنسبه لي كانه المدرب. انا دايما بسال السؤال ده لانه الحقيقه تواصل الاجيال مستمر في هذا الامر، ان انا الاقي كابتن فلان الفلاني كان بيدربني وفجاه الاقيه قاعد قدامي بيحلل معايا ماتش او بيتكلم عن حاجه، فبتبقى لطيفه جدا، والواحد بيبقى بيحاول ان هو يتغير، يروح يعرف فكر اللي قدامه في هذا الامر. بس دي بتبقى حاجه كويسه الحقيقه، ان انت تتعامل مع حد فكره كان حد قريب منك وكان راجل لسه خارج من الملعب من قريب، دي بتبقى يعني بيبقى في تجانس بشكل كبير، عكس ما بتتعامل مع حد من الناس الكبار شويه بيبقى يعني في اختلاف شويه في العقليه مختلفه شويه. فالموضوع الشباب بيبقى الموضوع فيه اسهل شويه في التعامل. الخمس سنين اللي انت قضيتهم في النادي الاهلي، تفتكر اول مباراه ليك في النادي الاهلي؟ طبعا ما اقدرش انساها دي. انتوا كنتوا خدتوا اجازه بعد ما خدنا الدوري 2007 6 ولا 7؟ 2006 2007 موسم 2006 2007 يعني تمام. خدنا احنا الدوري وانتوا خدتوا اجازه اخر ثلاث ماتشات، ومستر مانويل سافر والكابتن حسام طلع ناشئين. كان ماتش الزمالك كان ماتش الزمالك كابتن حسام طلع ناشئين كتير. ماتش الزمالك ده كل اللعيبه الكبار لعبوا، اللي هو احنا اتغلبنا فيه 1-0
اللعيبه الكبار اللي ما بيلعبوش كتير. اللعيبه الكبيره اللي هي ما بتلعبش كتير كان مستر مانو بيخليهم يلعبوا اخر الماتشات ومع جانب ناس من الناشئين، فاحنا كل الناشئين طبعا ما لعبناش ماتش الزمالك ده، جينا ماتش كان ماتش تاني اسماعيلي في اسماعيليه. اوكي. والكابتن حسام واحنا في التمرينه اللي هي هنسافر فيها جه وقف معايا في التمرين قال لي انت بكره هتلعب وجاهز وكده، فانا طبعا اتخضيت خضه مش طبيعيه. هتلعب الاسماعيلي في اسماعيليه. يعني فاحنا طالعين طبعا ناشئين عارفين ان الامور هتبقى صعبه، احنا هنتمرن يعني اخرنا هندخل سكور هنكمل عدد وخلاص. فجاه تلعب؟ فالعب واسماعيلي في اسماعيليه، فقلت له يا كابتن انا جاهز ان شاء الله خير يعني. الحمد لله عملت يعني من احسن ماتشات حياتي. والله الماتش ده مش هقدر انساه طبعا. والماتش ده لغايه دلوقتي معلم مع يعني حتى كل الناس الجماهير لما حد بيقابلني هم فاكرين ان دي البدايه. الماتش ده عملته بشكل كويس جدا وده كان بدايه الحقيقه. واحنا راجعين حتى في الاتوبيس الكابتن حسام قعد معايا وقال لي احنا لازم نقعد ونعمل عقد، طبعا احنا في الناشئين ما كانش لينا عقود، وقال لي مستر مانو اتفرج على الماتش واتكلم معاك بشكل كويس وانت ان شاء الله تبدا معانا فتره اعداد. فدي كانت طبعا البدايه بالنسبه لي. حلو جدا يعني. ايه اللي حصل؟ احكي لنا ايه اللي حصل بعد كده كمان. لا طبعا كان عندنا بقى خدنا تاني ماتش، كان عندنا مش فاكر بقى الماتش التاني ده برضو لعبته، بس ده ماتش الاسماعيلي كان هو يعني الاهم يعني. يعني الاهم طبعا لان احنا اسماعيلي في اسماعيليه وكان الاسماعيلي كان بيلعب فول تيم والماتش كان قوي جدا والجماهير طبعا كانت ماليه الملعب، فهو بالنسبه لك اختبار صعب جدا 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 ان انت بتلعب يعني اول ماتش ليك. كان عندي 19 سنه. 19 فان انت اول ماتش ليك وبعدين انا الفتره اللي قبلها دي كلها انا ما اتمرنتش مع الفريق الاول يعني احنا ما كناش اتمرنا معاك. فجاه جيت يومين ما اتمرناش معاكم خالص. جينا وخد القرار اصله بسرعه كابتن حسام خد القرار على طول وانا الوحيد كنت الناشئ الوحيد يعني ما حدش ناشئ تاني لعب. فالاختبار كان كبير فالناس حسوا لا يعني انت اتحطيت في اختبار صعب ونجحت بشكل كبير جدا. فكملت الحمد لله مستر مانو جه وسافرنا بقى كان برضو قعدنا ناشئين كملنا احنا معاكم ورحنا المانيا فتره اعداد والحمد لله دي كانت بدايتي بقى. ومستر مانويل كان على طول الحقيقه سبورت ليا بشكل كبير جدا يعني. كان معاك مجموعه كبيره جدا ومجموعه يعني كابتن عماد النحاس، كابتن وائل جمعه، كابتن احمد السيد، كابتن شادي محمد، كابتن رامي عادل، كابتن محمد صديق. مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي في المكان ده. صعب جدا ان انت كتير قوي طبعا كتير. انت متخيل انت بتتكلم في 7 لعيبه كلهم كبار وكلهم يعني ليهم اسماء، فان انت اصلا تبقى موجود معاهم دي كانت حاجه بالنسبه لي كويسه جدا ان انا اتعلم منهم. ومستر مانويل الحقيقه كان بيعاملني بشكل كويس وانا كنت في التمرين كويس وهو كان بيحاول يعني على قد ما بيقدر بيتكلم معايا ان انت هتتعلم. وانت عارف دايما في الناس الصغيره والناس اللي كانت بتبقى لسه جايه جديد كان دايما كل كلامه مع الناس دي ان انت الوقت ده وقت تعلم بالنسبه لك يعني. كان بيجي في اوقات بيقول للعيبه انت هتقعد سنه كامله تتعلم بس. اوكي. ما تتكلمنيش في لعب. فهو كان كويس جدا معايا في الموضوع ده. وانا طبعا اكيد التمارين والماتشات الوديه اللي كنت بلعبها خدت منها خبرات بشكل كبير وان انا طبعا كنت في وسطكم دي كانت حاجه بالنسبه استفدت لي. استفدت ايه من مستر مانويل ومن مجموعه اللاعبين الكبار؟ لا حاجات كتير موجود. الحاجات دي كلها انا عايش عليها لغايه دلوقتي يعني. طبعا يعني استفدت كل حاجه. انتوا الحقيقه اللعيبه اللي كانت موجوده دي مش هتتعوض في كل حاجه لان هي كانت لعيبه ملتزمه جوه الملعب وبره الملعب ولعيبه فعلا عندها طموح وعايزه تعمل حاجه لنفسها ولناديها وكل يوم تمرين احسن من اليوم اللي قبله ومفيش راحه. تاخد النهارده بطوله تاني يوم تطلع اقصى حاجه عندك في التمرين. الحاجات دي كلها احنا مفتقدينها الحقيقه دلوقتي. بتبقى كانها ماتش رسمي. لا 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 يعني الموضوع كان صعب جدا. حتى دلوقتي لما بتمرن ويجي مثلا حد يدخل على حد جامد والاقيه بيقول له بالراحه. مفيش حاجه اسمها بالراحه، احنا ما اتعودناش على كده. انت فاكر احنا بنبدا التمرين في الاهلي يقول لك حط الشنكار مستر مانويل. ما حطش الشنكار بره. الشنكار وانت بتسخن من اول التمرين بتلبسه. كانت التقسيمه زي الماتش بالظبط واقوى من الماتش. يعني فلا الحاجات دي كلها انا الحقيقه مفتقدها دلوقتي طبعا. الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي. ما تحصلش في كل الانديه يعني. لا لا قليل جدا. وحتى مع مستر مانويل نفسه الموضوع مختلف تماما. لا 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 عبقري الحقيقه. يعني مستر مانويل بصراحه عبقري ومدرب مش هيتكرر. والواحد الحقيقه بيستغرب جدا لما ناس يعني شايفين ان هو لا كان معاه مجموعه لعيبه هي اللي فرقت معاه. واي حد يجي النادي الاهلي الجمله اللي بتتقال اي حد يجي النادي الاهلي حتى عم حارس كان ممكن ينجح. يا جماعه مفيش الكلام ده. الراجل ده فعلا يعني كان عبقري وحط النادي الاهلي في مكانه كبيره جدا وعمل حاجات مش هتتكرر. لان هو الحقيقه كان معايا مجموعه لعيبه مش هتتكرر بس اللعيبه دي محتاجه حد يعرف يتعامل معاها بشكل كويس ويطلع اقصى حاجه عندها. وهو كان الحقيقه في الموضوع ده شاطر جدا. لا كان فظيع. كان بيطلع اقصى حاجه من عنده. كان بيعمل ايه مع ابو تريكه لما بيبقى وحش؟ عشان المساله دي مهمه جدا. مش ان احنا بنحكي حكايه ولكن دي مهمه للشباب اللي بيتفرجوا علينا كمان حتى لعيبه الكوره. لا ابو تريكه كان يعني كان اصلا احنا كنا ما بنبقاش مصدقين ان هو بينتقد. يعني تلاقي ابو تريكه كويس جدا تلاقيه في تاني يوم على طول الوقفه هو بتاعه الصبح دي يدي له كلمتين وبعد كده يدخل جوه ويقول له ابو تريكه انا مستنيك جوه في الاوضه. ابو تريكه يدخل يقعد معاه نص ساعه ويطلع.
تلاقيه واحد تاني خالص، بس هو كان على طول ويقعد يقول له انت زيرو النهارده، زيرو امبارح، زيرو في الماتش يا جماعه. انت ابو تريكه يعني ده كان بيحصل مع ابو تريكه. يعني ابو تريكه وبركات ويقول لهم زيرو، بيج زيرو يا اسطر، دي بيج زيرو ازاي يا عم ابو تريكه؟ يا كوتش بيج زيرو ازاي وتو زيرو؟ لا كان بينتقدهم على طول، بس هو كان بينتقدهم لغرض معين، يعني الغرض ان هو عايز يطلع اقصى حاجه عنده، وهو عارف على فكره ان هو كان كويس، بس هو عنده حاجات اكتر من كده، فبينتقده عشان يطلع اقصى حاجه عنده، عشان ما يبقاش شايف ان هو ده بالنسبه له اقصى حاجه. يعني كان بيعرف ازاي يدير الفرقه. طبعا كان هو في الموضوع ده بصراحه زي ما بقول لك هو عبقري، بيدير المجموعه بشكل كويس جدا، وبيعرف يتعامل مع كل واحد بشخصيته، ودي حاجه صعبه قوي ان انت تتعامل مع 30 لعيب بكل واحد بشخصيته، تقدر تتعامل معاه ازاي. ده انا بدوس عليه عشان اطلع اقصى حاجه عنده، ده ما بتكلمش معاه خالص، انا عارف ان هو يعني هيجي على الهادي، ده لا انا لازم اشده. فالموضوع ده صعب جدا، فهو كان كويس جدا في الموضوع ده. وامتى يغيرك، وامتى الماتش ده انت عامل حسابك ان انت هتلعب تلاقيك مش موجود خالص. انت فاكر حرب السكور ده، وبعد التمرينه تدخل عشان الورقه تتعلق، اللعيبه كلها قاعده مستنيه، كله قاعد مستني يشوف اسمه، ما فيش بقى انا متركه وركب بيستنى، كله قاعد مستني وشادي، وكله كان بيستنى، كله قاعد مستني يشوف الاسم، ما فيش حد مطمن خالص يعني. مع مستر مانو ما فيش حد مطمن خالص، ولا على مكانه، ولا على ان هو يبقى موجود في ال 18. على الرغم من بعد السنين دي كلها، لما تيجي تبص هتلاقيهم هم كانوا 18 19 لعيب برضه، هم بس ما بيتغيروش، دي الحقيقة. بس في الاخر كان كله قاعد مش مطمن. هي دي الفكره بقى، ما هو ده هو ده هو ده هي دي الفكره اللي هو كان عاملها، لان هو برضه كان بيجيب مجموعه لعيبه كتير، وعايز يضغط على الناس كلها ان انت ما تبقاش مطمن ان انا مرتاح في مكاني. وفي نفس الوقت زي ما انت بتتكلم، هم 17 18 هم اللي خدوا، وجيت تبص في الفتره اللي خدوا دي هم اللي خدوا الخمس ست سنين اللي كان فيها اللي كان فيها النادي في التوب، هم ال 18 19 لعيب يعني. ممكن حتى الناس تقولهم باسمائهم، وفي ناس كتير مرت كانت موجوده في السنين دي كلها، بس ما حدش هيفتكرها لان كانت مشاركاتهم قليله يعني. فهو قدر، كان بيقدر يضغط على الناس بشكل كويس جدا في الموضوع ده يعني. كانت دايما نستنى الكابتن سعيد احمد لو تفتكروا، اللي هو الاداري، كان يحط الورقه بتاع اللزق ده، باللزق. لا فكره السكور دي كانت صعبه قوي. صعبه جدا فعلا، امتحان، تستنى كل واحد مستني النتيجه، كل واحد وتاني يوم تمرين الصبح بقى، يوم الماتش ده كان ده اصعب حاجه في الدنيا بقى. تيجي انت تاني يوم الصبح، اللعيبه اللي بره الماتش عندها تمرين الساعه 9 الصبح، ف كانت بتبقى صعبه كانت بتبقى صعبه. هو كان ساعات بيروح يسيب الفندق، وبعدين مره واحده تلاقيه مره واحده تلاقيه موجود في تمرينه الصبح، اللي هي يوم الماتش، اللي هي يوم مع اللعيبه اللي بره الماتش، لما بيبقى حاطط في دماغه ان هو هيلاعب حد منهم، عايز يجي يشوف رد فعله ايه، يشوف رد فعله. في لعيبه ما كانتش بتيجي، عايزه متضايقه وبتاع، بس كان شكرا، بس كان خلاص بقى ده كده، خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى يعني. فهو لا كان بصراحه لا عبقري يعني، عبقري. طيب هنكمل كلامنا مع محمد سمير، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سمير، برضو انت لعبت فتره لسموحه والاتحاد السكندري، كلمنا عن الفتره دي. مشيت انا ساعتها من النادي الاهلي، رحت اعاره سموحه سنه، كانت سنه برضو بالنسبه لي مميزه جدا، والفرقه كانت كويسه، وكان الكابتن شوقي غريب والكابتن حمد السيد هم اللي ماسكين الفرقه، وكان سموحه لسه بقى زي بيعملوا مشروع يعني، كان لسه بالنسبه لهم. والمهندس فرج عامر كلمني، ودي كانت اول تجربه بالنسبه لي بره النادي، وللاسف بقى حصلت مجزره بورسعيد وكده، والكره وقفت، فمعرفتش. انت مشيت ازاي من الاهلي؟ ما هو انا مشيت كده، مستر مانو السنه اللي هو رجع فيها، لما احنا كنا بعيد شويه عن نادي الزمالك، كان نادي الزمالك هو المتصدر، والكابتن حسام اللي كان ماسك، والكابتن حسام مشي ورجع مستر مانو، فانا الفتره دي ما كنتش بلعب مع الكابتن حسام، فهو الراجل رجع في وقت صعب، وحتى هو اتكلم معايا قال لي انت ازاي بقى يعني ما بتلعبش، انا سايبك وانت رجلك في الملعب، وقلت هاجي الاقيك انت، لان الناس كلها كانت خلاص مشيت يعني. فقلت هاجي الاقيك انت الاساسي وكده، فقلت له مفيش، كانت وجهه نظر الكابتن حسام وانا بعيد وكده، فقال لي خلاص هنشتغل وربنا يسهل يعني. هو طبعا الراجل كان عايز الناس اللي جاهزه الفتره دي عشان نقدر نعوض فرق النقط ما بيننا وبين نادي الزمالك، فانا حسيت ان الامور بالنسبه لي مش تبقى كويسه يعني، فرحت اتكلمت معاهم في النادي ان انا عايز اطلع اعاره سنه وكده، العب يعني العب كتير وكده، وبرضه اخد خبرات اكتر، وهم حتى في النادي استغربوا يعني، قالوا لي انت مفيش الكلام ده، انت لسه صغير اصلا وانت مهم بالنسبه لنا. قلت لهم يا جماعه هي سنه يعني، سنه اروح العب كتير وتبقى حاجه كويسه ليا، وان شاء الله ارجع تاني النادي يعني. والحمد لله السنه دي كانت الامور بالنسبه لي ماشيه بشكل كويس، وتلعب على طول كنت بلعب على طول وكانت الامور بالنسبه لي بشكل ماشيه بشكل كويس جدا، ورحت النادي كذا مره وقابلت مستر مانو، وهو كان مبسوط وقال لي تجربه كويسه بالنسبه لك، وان شاء الله في اخر السنه ترجع لنا تاني.
فحصلت بقى زي ما بقول لك مجزره بورسعيد والدوري واقف ومستر مانويل مشي اصلا ورجع تاني الكابتن حسام في بدايه السنه خلاص بقى. فانا الامور برضو حسيت ان هي هتبقى صعبه مع الكابتن حسام، فاتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه خلاص بقى انا عايز اكمل في سموحه وكده وكملت بقى السنه الثانيه في سموحه، خلصت عقدي في سموحه السنتين ورحت الاتحاد السكندري السنتين، برضو كانوا مميزين جدا بالنسبه لي، من احسن سنتين حياتي في الكوره يعني. النادي الاتحاد نادي كبير وعنده جماهيريه كبيره، كان في جمهور في الفتره دي اعتقد كان في كان في جمهور، فالحاجه حاجه كانت كويسه جدا بالنسبه لي، وعملنا برضو سنتين كويسين جدا لان نادي الاتحاد الفتره اللي انا قبل ما اروح فيها كانت الامور مش احسن حاجه، لما رحت كانت الامور بدات يبقى في استقرار وكان الكابتن طلعت يوسف هو اللي ماسك الفرقه، فكان في نظام والامور كانت مختلفه، عملنا سنتين كويسين جدا وخلصت برضو عادي في نادي الاتحاد ورحت لنادي المقاولين بقى. المقاولين من ساعتها بقى، من ساعتها بقى انا مستقر يعني معاهم. بكره ان شاء الله عندنا ماتش مباراه وديه مع منتخبنا الوطني مع منتخب ليبيريا. اولا ايه رايك في اختيار كارلوس كيروش؟ يعني هل من الممكن انت بتفكر بعد الكلام اللي قاله وبعد التصريحات اللي قالها ان هو بيقول ان باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين، هل بتفكر؟ طبعا ده حق مشروع طول ما انت بتلعب. بتقول ان انا كبرت انا لا مفيش، ما انت في لعيبه في المنتخب دلوقتي اكبر مني بكذا سنه يعني، فهي القصه مش كده، طول ما انت رجلك في الملعب وموجود بس هي الفكره ان يبقى في جهاز فني فعلا يعني عنده فعلا الفكر ان هو ممكن اي حد يلاقيه كويس ياخده. وقال كده امبارح يعني، ما هو الكلام ده برضو بيتقال كتير. القصه هي القصه ان انت يبقى الموضوع فعلي فعلا ان انت تلاقي اي حد. انا نفسي نوصل للمرحله دي بغض النظر عني خالص على فكره، يعني نفسي في منتخب مصر نوصل للمرحله اللي احنا لو في لعيب شايفه كويس يعني مع احترامي لاي نادي بس من الانديه حتى الصغيره، ايه المشكله ناخده يا جماعه؟ يعني اصل الموضوع ده بيحصل في العالم كله، فاحنا ليه ما بنعملش كده؟ ما هو الموضوع ده ما دام لعيب هيفيد المنتخب ما ناخده، ايه المشكله يعني؟ وفي تجارب كتير جدا يعني، منتخب انجلترا في اليورو اللي فات بيلعبوا جيمس في نص الملعب اللي هو بيلعب في ليدز، فرقه لسه صاعده ولعب الماتشات كلها وهو بيلعب في ليدز، وعندهم ديفندرات تانية في انديه تانية كبيره والمدرب خده ولعبوا الماتشات كلها في اليورو وكان من احسن اللعيب في الفرقه يعني. فانا نفسي نوصل اصلا المرحله دي يعني، فبدايه كويسه طبعا. انا اختيار كيروش بالنسبه لي اختيار كويس جدا، حد يعني في حد ذاته ان انت تجيب حد اجنبي ده مهم جدا عشان الحد الاجنبي قصر الفتره يعني. اصل انت دلوقتي خلي بالك، انت دلوقتي حطيت نفسك في موضوع او في مشكله كبيره ان انت عندك ماتشين ليبيا دول هم اهم ماتشين. ما طبعا للاسف يعني انت لا قدر الله حصل حاجه انت شكر، مشكله كبيره بس احنا ان شاء الله يعني قادرين نتخطاهم يعني. يعني ان شاء الله انا عندي ثقه في الفرقه وفي الجهاز ان احنا ان شاء الله قادرين يعني. طبعا احنا حطينا نفسنا في موقف مش كويس صعب، بس نقدر نطلع نفسنا منه يعني ان شاء الله نكسب ليبيا هنا، واقصى حاجه بره ملعبنا ناخد تعادل، 4 نقط اعتقد هيبقوا يعني بالنسبه لنا كويسين. بس وجود حد اجنبي انت عارف مهم جدا بالذات الفتره دي مع المنتخب، لان السوشيال ميديا والاعلام وكله بيأثر بشكل كبير وبيضغط المدير الفني اللي موجود بشكل كبير، وللاسف احنا دلوقتي بقينا بناخد باراء الناس كلها في السوشيال ميديا يعني. التغيير ده بقى بيحصل بسبب السوشيال ميديا. الحد الاجنبي ده هيبقى عنده الناس مش هتهاجمه بشكل كبير، مفيش مصالح شخصيه ما بينه وما بين حد هنا عشان حد يهاجمه، وهو في نفس الوقت هيتحمل الضغط يعني مش هيبقى عنده مشاكل، فدي حاجه انا شايفها كويسه يعني. فان شاء الله هو بس يقدر يبقى كويس مع المنتخب، وهو عنده راجل عنده خبرات وعنده سي في كويس يقدر يساعد المنتخب، لان احنا برضو عندنا لعيبه كتير كويسه صغيره وعندنا اجيال طالعه تقدر ان شاء الله ان هي تعمل حاجه كويسه يعني. جهاز المنتخب كابتن وائل جمعه، كابتن عصام الحضري، كابتن شوقي، اعتقد الثلاثه انت لعبت معاهم. كابتن شوقي، كابتن ضياء، اعتقد ان ده شيء. رايك في هذا الجهاز ايه؟ لا انا شايفهم كلهم طبعا اسماء كبيره وكلهم ناس ليها اسمائها وناس عندها خبرات. الكابتن ضياء طبعا مدرب كبير وراجل عنده خبرات كبيره، ان هو يبقى موجود دي حاجه مميزه، والناس الثانيه اللي موجوده كلها ناس شباب، عناصر شباب، سواء كابتن عصام او كابتن محمد شوقي ناس لسه بتبدا حياتها. طبعا عنصر الشباب مهم جدا ان هم يبقى عندهم حماس ويبقوا قريبين من اللعيبه، دي برده حاجه بتفرق جدا جوه الجهاز. فاعتقد ان هو جهاز يعني متناسق وفي انسجام ما بينهم بشكل كبير. نفسي طبعا ان شاء الله عندي امل كبير ان هم ينجحوا. الكابتن وائل طبعا نسيت اقول، الكابتن وائل طبعا وجوده كمدير منتخب اكيد مهم جدا، عنده خبرات كبيره وهو برده قريب من اللعيبه، وفي لعيبه كتير من اللي موجوده دلوقتي لعبت معاهم مع الكابتن وائل ومع الكابتن عصام والكابتن شوقي، فدي برده زي ما بقول لك حاجه هتبقى كويسه جدا، هيبقى في تواصل ما بينهم بشكل كويس. والكابتن ده زي ما قلت لك هو طبعا مدرب كبير، ومستر كيروش انا سمعت برده ان هو جايب مدرب مساعد مع اجنبي، جايب ثلاثة طب ده برده هيبقوا كويسين اعتقد برده ان هو يجيب حد مساعدين معاه يعني. لا يعني جهاز محترم ان شاء الله، بس الناس تساعدهم وتبقى سبورت ليهم وتبقى في ظهرهم، ما يبقاش على طول في انتقادات عماله على بطال، لان احنا دلوقتي في فتره حرجه محتاجين طبعا ان الناس دي نقف جنبها ونساندها
وما تبصش بقى لاي حاجه الفتره اللي جايه دي غير في ان انت تقدر تعمل نتائج كويسه ما تبصش ولا الاداء ولا لاي حاجه. طلع نفسك بس من الموقف اللي انت فيه، بعد كده الامور دي هتتحسن. يعني بتفكر ازاي في المرحله اللي جايه يا محمد؟ انت يعني دلوقتي كام سنه؟ 33. 33 يعني لسه قدامك سنتين ثلاثه مثلا، بتفكر فيهم ازاي؟ لا يعني انا كل تركيزي الفتره اللي جايه ان شاء الله، والسنتين بالذات اللي فاتوا، ان انا على طول في تمريني ابقى مركز بشكل كويس. طبعا عوامل الراحه بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا الفتره اللي كل ما بتكبر لازم ترتاح اكتر، ان انت تطلع اقصى حاجه عندك في التمرين، تحافظ على نفسك على قد ما تقدر من الاصابات. دي حاجات بركز فيها بشكل كبير. طبعا هدفي الفتره اللي جايه ان شاء الله ان انا على قد ما اقدر افضل موجود في الملعب، افضل اساعد فرقتي واساعد زمايلي والنادي، ان احنا نبقى ماشيين بشكل كويس، وان انا يعني ابقى ماشي بشكل كويس. دي بتبقى حاجه بالنسبه لي كويسه، ان انا على طول تبقى رجلي في الملعب، وطول ما الواحد يعني في الملعب تحديدا عنده تجربه رائعه وجهه نظر، يعني هي تجربه ما اعرفش. لكن حسن الشامي مثلا عنده 37 38 سنه على ما اتذكر، ما شاء الله حسن ولسه متجدد له. فاعتقد ان طول ما انت بتتمرن كويس هتفضل موجود في الملعب وهيبقى ليك دور كمان. هي دي الفكره، ان انت الناس تحس ان انت ليك دور، وهم فعلا في نادي المقاولين بيقدروا الموضوع ده بشكل كبير، ان هم لما بيحسوا باللعيبه الكبيره ان هي ليها دور مهم جدا جوه النادي. باشمهندس محمد عادل على طول في ظهرنا، وبيقدر جدا دور اللعيبه الكبيره جوه النادي، وعارف ان هي بيبقى لعيبه مهمه جوه النادي، وفي الدريسنج روم طبعا في اوضه اللبس بيبقوا مهمين جدا، وبينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجوده، فدي حاجه مهمه. فطبعا انا اتمنى الاستمراريه، ان انا على قد ما اقدر ابقى موجود طبعا جوه الملعب، لان دي بتبقى احسن فتره في حياه الواحد ان هو جوه الملعب. بعد ما الواحد بيبطل بيندم اشد الندم. طبعا حضراتكم طبعا كلكم يعني بتتكلموا، الواحد لما بيتكلم معاكم في الموضوع ده انتوا على قد ما بتقدر خليك طبعا في الملعب لغايه بص. فالواحد نفسه يعني ان شاء الله على قد ما يقدر يبقى موجود في الملعب، لان دي الفتره دي بتبقى احسن فتره مش هتتعوض يعني. اخيرا يا سمير، بتتفرج على ماتشات الاهلي ازاي؟ ماتشات الاهلي الافريقيه، خلينا ما نتكلمش على الدوري، نتكلم على ماتشات الاهلي الافريقيه وفي كاس العالم للانديه، بتتفرج على الماتشات دي ازاي؟ كمشجع بقى. لا الماتشات دي بتبقى صعبه عليا الحقيقه يعني. مش عارف ليه، مش عارف ده عادي ولا مش عادي يعني، بس ببقى مشدود. صعب علينا كلنا. ببقى مشدود الحقيقه جدا يعني. لان يعني الواحد بيحب النادي طول عمرك، وطول عمري موجود في النادي من وانا صغير، فانت غصب عنك، فحب النادي ده مش هعرف اتحكم فيه. فالماتشات دي طبعا بتعدي عليا بتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. اتفرجت على وللاسف ما بعرفش وما بتفرجش يعني. في ناس مثلا يقول لك انا مش هتفرج عشان ما اتعبش، او عشان مش هعرف امسك نفسي. لا انا ما فيش ماتش بفوته يعني. والله طبعا بتفرج على الماتشات كلها. بتتفرج على كل الماتشات؟ كل الماتشات. نهائي افريقيا العشره اللي هو نهائي افريقيا بقى دي. انا كان عندي كارثه بقى في لا كايزر تشيفز. لا لا ده كان لا بس انا كنت مطمن بصراحه والله. لا احنا مجرد ما وصلنا فاينل انا كنت عارف متاكد مليون في الميه ان احنا خلاص خدنا البطوله. الكايزر تشيفز والناس برضو قالوا يا جماعه لا وما نستهونش، لا بس مش للدرجه دي هنكسبهم يعني. الموضوع بالنسبه لي كان يعني كنت شايف ان خلاص كان محسوم طبعا. التاسعه بقى تماما. لا التاسعه بقى كان عندي مشكله، لان احنا التاسعه دي كنا في جيبوتي، كان عندنا ماتش في جيبوتي في الكونفدراليه مع المقاولين. فالماتش ده كان بالنسبه لي كارثه بقى، لان ما عرفناش هناك نتفرج، بس جبناه طبعا من على النت. وبعدين كنت قاعد مع ناس، لقيت الناس مش عارف اتفرج منهم، فبدات ادخل الاوضه. فلا كان في تنطيط وتكسير، وكان في كل حاجه حصلت. لا 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 في حاجات كثيره حصلت في جيبوتي. في جيبوتي لا لا لا. والكابتن عماد برضه طبعا. في ناس ثانيه يعني ما بتشجعش الاهلي؟ لا لا في ناس كتير زمالك عادي طبيعي. لا طبيعي كان في ناس زملكاويه طبعا، بس خلصنا بقى عليهم ساعتها في جيبوتي بقى. لا الماتش ده تاريخي طبعا يعني، الماتش ده مش هيتكرر الحقيقه. فكنت اتفرج عليه في جيبوتي. بس كان صعب يعني، من اصعب الماتشات في حياتي بصراحه الماتش فعلا. ما كانش هينفع يحصل اي حاجه. ان احنا عملت ايه بقى في لا لا كسرت الاوضه بمعنى كلمه كسرت الاوضه الحقيقه يعني. كنت لوحدك؟ لا كان معايا واحد، كان معايا حسن. انا بقعد على طول مع حسن الشامي في الاوضه. كنت قاعد مع حسن، كسرت الاوضه وعلى طول قاعد على ركبتي طول الماتش، قاعد على ركبتي في السرير. فالموضوع لا كان صعب جدا يعني. كانت صعبه جدا. كانت صعبه قوي. لحظات صعبه. انا شفت حتى رد فعلك، انت كنت في تقريبا كنت في اليوم السابع. شفتك يعني رد فعلك مش طبيعيه برضه. كلنا كده اصل كلنا عملنا كده. اصل مفيش كل اي حد بيشجع وبيحب النادي الاهلي من جواه بيطلع موضوع كده. موضوع احسن لحظه ممكن تعدي عليك في حياتك. دي حقيقه فعلا، ان انت بتكسب البطوله الافريقيه بعد غياب قدام نادي الزمالك وماتش تاريخي واول نهائي افريقي ما بينك وما بين نادي الزمالك. وفي الدقيقه حاجه و80 انت بتكسب. اول نهائي افريقي مش هيتكرر على فكره يعني. يعني صعب قوي. يعني لا احنا لعبنا الزمالك قبل كده في قبل نهائي، مش في نهائي لو فاكر. لا ما كنتش انت لسه. في كان كام؟ في 2005 اعتقد او 2006 مش فاكر تحديدا كان كام. لا انا حضرت 2005. بقى انا حضرت 2005 2-1 و2-0. لا ما كنتش لسه طلعت معاكم.
لا انا حضرت بقى كذا مره وهم بعد معانا كده في بقى. المجموعه بقى وكده السنين اللي بعد كده كلها. يعني الجول ده تقريبا ممكن يكون شبه جول ابو تريكه شويه، يعني نفس جول ابو تريكه في الصفاقسي. نفس ال بس برضو مع الاختلاف يعني. طبعا يعني ده انا شايف ده ان فرحه الزمالك انا شايف وكذا، انا شايف ان ان انت بتكسب البطوله التاسعه وانت كسبت نادي الزمالك لا الغريم لا لا التقليدي بتاعك يعني كل وكذا. حاجه حصلت في الماتش ده، انت بتكسب نهائي افريقيا والتاسعه دي كان بقالنا كتير محتاجينها، وان انت بتكسب نادي الزمالك وفي الدقيقه حاجه و80 اللي هو خلاص ما فيش يعني وقت خلاص نادي الزمالك يقدر يعوض، فالامور طبعا فكانت الفرحة كبيرة لا جدا. لا لا قوي مش هتتعوض الحقيقه يعني. لا ان شاء الله نوصل، ادينا وصلنا للعشرة ان شاء الله، ان شاء السنة الله. الجاية تبقى لا ال11 لا ان شاء واللي الله جاية الموضوع ال12 واللي مش بعدها. صعب يعني، انا شايف ان افريقيا الموضوع مش صعب خالص يعني، قبل كده الامور كانت بتبقى صعبه جدا، دلوقتي لا النادي الاهلي يعني قوي قوي يعني يقدر يوصل كل سنه فاينل عادي جدا يعني. على الرغم من خسارتك مثلا، لخسارة النادي الاهلي لبطولة السوبر الأخيرة. لا 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 عادي تمام، اصل بطوله السوبر دي انا شايفها بطوله رمزيه يعني، الناس كلها حتى في العالم كلها ما بتهتمش بيها، احنا طبعا بالنسبه لنا كاهلاويه عايزين لو دخلنا دوره وديه او دوره رمضانيه هنبقى عايزين ناخدها، هنكسبها دي بالظبط. ده طبيعي وده طبع جمهور النادي الاهلي، بس مش عايز برضو الموضوع ياثر يعني، برضو الجهاز الفني برضو ليهم رصيد جوه النادي وعملوا حاجات كويسه كتير وناس برضو اجتهدوا وجابوا لك بطولتين افريقيا، فده برضو ما يقللش منهم، مش عايزين برضو نحطهم تحت الضغط ان هم في اي وقت يا جماعه لا قدر الله لو حصل حاجه الناس دي ممكن ما تبقاش موجوده، دي لو حاجه وصلت للجهاز مش تبقى كويسه. بطوله السوبر بطوله كان نفسنا فيها بس خلاص يعني ما فيش نصيب، وبطوله الدوري طبعا السنه اللي فاتت كانت ليها ظروفها لان انت كنت مضغوط واللعيبه كلها كانت مضغوطه وسنه كانت الكلام ده صعبه حقيقي يا جدا. محمد، بمعنى ان انت لما بتبقى مضغوط ما بتبقاش قادر. طبعا بس انا فاهم طبعا، بس عشان لا 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 طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب كمان يا كابتن اسلام، غير بدنيا بيبقى صعب ذهنيا، انت ساعات بيجي عليك وقت انت مش عايز اصلا تشوف الكوره، دي حقيقه على فكره يعني، انت من كتر معسكرات وتمارين وماتشات انت تزهق، عايز اعمل اي حاجه تانية. تزهق، الموضوع صعب قوي، فانت اصلا بدنيا انت تعبان وذهنيا كمان انت مش مركز اصلا في الكوره، وبعدين انت عندك كمان مشكله كبيره، انت بتلعب في النادي الاهلي فانت ما فيش اصلا، انت كل ماتش عايز تكسب، ايوه مفيش اي استهانه، مفيش اي ماتش انا النهارده هرتاح، انا النهارده لو خسرت عادي، مفيش الكلام انا ده. النهارده لو اتعادلت عادي، انت على طول السنه انت محطوط تحت ضغط، وبتاخد افريقيا انا الدوري يعني، الناس تلاقيها في نهائي افريقيا وانت كسبان وخلاص هتاخد الكاس، تلاقي ده كاس العالم شويه الناس للانديه، اللي قاعدين يقول لك الدوري اهلي. خدت ثالث العالم. حتى موسيماني لما كان معايا قال لي انا بعد ما خلصنا مباراه كاس العالم ثالث العالم، خدت ثالث العالم، الناس بتقول لي العش. ما كانت الناس في الجماهير في هي جماهير الفتره النادي دي. الاهلي على طول بصراحه عندها طموح ان هي على طول ما عايزين ناخد كل البطولات، فدي حاجه بتحط اللعيبه طبعا تحت ضغط بشكل كبير، فاللعيبه فعلا يعني لا اهلكت الفتره الاخيره بشكل كبير، وبعدين حتى فترات الراحه هم بيروحوا المنتخب اغلب، بالظبط انت عندك سبعة 10 ثمانية. مثلا كل شويه في تجمعات منتخب بيروحوا منتخب، ولو لما كان في منتخب اولمبي كان في لعيبه صغيره بتروح منتخب اولمبي، فلا الموضوع صعب. وبعدين انا شايف ان بصراحه الجماهير الفتره الاخيره بدات تقدر شويه فكره ان لا يا جماعه في ضغط واللعيبه غصب عنها، وبرده الناس دي فرحتنا فلازم برده نستحملهم، الاوبشن ده ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي بقى في استيعاب شويه، بس هي الفكره ان احنا برده لازم برده نبقى في ظهر الناس دي على طول، لان هم برده فرحونا الفتره الاخيره بشكل كبير يعني. هو دايما جمهور النادي الاهلي الحقيقه واقف في ظهر لعيبته وفي ظهر جهازه الفني، ساعات بينتقد وساعات بيعمله، لكن في ده النهايه طبيعي في الكوره، ده طبيعي الناس جدا في كلها كده كره القدم. ما هو ده الجمهور اللي بيحطك في سابع سما، طبعا، لازم فتستحمل لما يزعل منك لازم وينتقدك، فده الطبيعي هي جدا. الكرة كده، النهارده الامور ماشيه بشكل كويس، بكره هتمر باسوأ حاجه ممكن تشوفها في حياتك، بعد بكره هي الكرة كده هي يعني كره القدم كده. كان متغيراتها دايما مانويل جوزيه يقول هذه الكلمه، ان احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور اللي قاعد بيتفرج ده علينا، ما حقيقي بتلعبش عشان خاطر تزود الفلوس في جيبك، ولكن بتلعب عشان خاطر ده الجمهور حقيقي فعلا، اللي بيقعد يتفرج عليك. لان الجمهور ده هو اللي راس مالك وهو اللي بيوديك، هو اللي بيجيب لك فعلا الفلوس يعني، يعني بالظبط هو اللي كده. بيوديك في حته كويسه جدا اي حد يحلم بيها يعني. شرفت ونورت يا نجم، ربنا يخليك يا كابتن اسلام، شكرينا محمد، ودايما مبسوطنا بستمتع وانت موجود معانا، وبشكرك جدا على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب 3 4 5 6 7 سنين يا تكملهم رب ان يا شاء كابتن الله. اسلام، ربنا يخليك، كنت مبسوط ان انا معاك وببقى شكرا مبسوط لما بشوفك الحقيقه، ربنا يخليك يا محمد، ربنا اشكرك يخليك يا شكرا كابتن جزيلا. اسلام، النجم الكبير كابتن محمد سمير بشكره طبعا على تواجده معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايضا المدير الفني الكبير والقدير كابتن خالد عيد في حوار خاص جدا على شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن خالد عيد.